جالسين هنايا في هذا القنيط حتى كيبان السيد تما كيشعل، واحد الساعه حتى شفنا غادي كيجري، واحد الساعه بدا تيب شويه بشويه حتى شدات ذاك الجبل كامل. ولكن الحمد لله الانسان ما كان لا بشر تما لا حتى شي واحد، ما وقع حتى شي حاجه الحمد لله. جا لطف الله وصافي. واحد شي ثلث ساعه جاوا بها المطاف والحمد لله قاموا بشغلهم. ما شفناش حنا مزيان لان كان بعيد علينا شويه، كان حاني يعني ما شفناه. حنا اللي شفناه ملي غادي كيجري قلنا شوف هو شعل وهرب، ما توجهوا ما شفناش مزيان. فين بدات من جهه؟ بدات مع هذيك الحجره الكبيره، مع هذيك الجبله هو تحتاني. تما بدا داك الشيء. الحمد لله ما كانوا مع باقي بكري. يلا من مول العصر بديك 4 ساعه باقي الناس ما كانوا ما حتى شي حاجه. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. بعدا جا المطاف جاب تيتولوا ساعه جاوا تبارك الله طفاو الكل شيء. انت كتشوف الاشغال كي باقا خدامه الحمد لله. شي مور العصر بشي 4 ساعه حنا جالسين هناك كنشوفوا الدريش عليه وكاز كيجري طلع بحال وجه الدرادم. وحنا شفنا كاز كيجري العافيه منيش عليه في العافيه كاز هو كيجري كيجري يعني جاري بزاف يعني يمشي شويه. هادشي اللي كاين. ويكون تقريبا شي 4 ساعة ولا ثلث ساعة جات عاد جاو الناس ديال الإطفاء، هادشي اللي كاين. ماشي بزاف شي ثلث ساعة هكاك طفات. هادشي اللي كاين. لا لا ما تحرق حتى شي واحد لا لا. مشى غير ديك الغابة ديال الجبل والسلام هي اللي كاين تما كاين ديك الخاش. لا لا ما عرفش يا خي علاش لا. حنا عشنا دايز كيجري منيش على العافيه شنو الدري كيز كيجري مع الطريق زكيز جاري صافي هادشي اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.